اسمحوا لي أن أرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي حسن برياجية، مدير مكتب مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحمة. يسعد صباحك سيد حسن وأهلا بك. صباح الخير لكل السادة المستمعين. تحياتي لك. يعني سيد حسن، ضعنا في الصورة الآن، يعني عمليات هدم لمدرسة التحدي 5 الأساسية منذ ساعات الفجر من صباح هذا اليوم، ما التفاصيل المتوفرة لديك؟ وأيضا ضعنا في الصورة ما يحدث الآن. نعم، جاءت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الساعة 4 صباحا، حاصروا المنطقة بجيش مشاة بأعداد كبيرة حقيقة. يوجد باجر كبير، جنزير وجرافتين، وبعد تطويق المنطقة ومنع الناس من الدخول باشروا بهدم المدرسة. نشأ عن ذلك من الساعة 4:30 مواجهات كانت الدنيا لسه عتمة. طبعا في 7 إصابات، منها إصابة خطيرة بالجمعية العربية محمد حسين زوارة، من الأسماء السبعة اللي عرفنا أسماءهم قيس زوارة أو الزوارة عفوا ومحمد طالب زوارة، جميعهم نقلوا إلى المستشفى. تم الاعتداء على رئيس المجلس، وتم الاعتداء على مدير التربية بسام جبر. أيضا تم مصادرة كاميرا الصحفي هشام أبو شكرة. نعم. وكالة الأناضول. ماذا؟ يعني أنا بحكي معك الآن وما زالت أعمال الهدم والتجريف والتحميل. يعني الغريبة قاعدين بيحملوا في الطمم تبع المدرسة بسيارات خاصة قاعدين بيشيلوها. نعم. يعني سيد حسن، الإصابات هي من صفوف الطلبة أم المواطنين الذين يتصدون؟ من صفوف المواطنين، الطلبة صغار يعني. هاي الطلبة جايين، هاي مديرة المدرسة موجودة والمدرسات يعني بجانبي. إجوا تفاجأوا بالهدم. الوضع يعني حقيقة يعني إحنا فلسطينية، مش لازم نحكي مأساوي، بس إحنا وهذا يعني هذا العيشة اللي إحنا تعودنا عليها. إحنا بنحكي حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني لحالنا في الميدان، ما حدا لا من الأمة العربية ولا من الأمة الإسلامية، يعني طول عمرنا لحالنا. سيد حسن، هناك حتى هذه اللحظة تواجد للطلبة، كيف أيضا تعامل الطلبة؟ يعني أنت تتحدث عن يعني المرحلة الأساسية في هذه المدرسة. نعم. يعني خير من يعني يشرح عن ظروف الطلبة والطاقم التدريسي اللي مديرة المدرسة. نعم. إليها جنبي إذا في مجال. أكيد بالطبع. يعني هلك أنت. نعم تفضلي. يسعد صباحك. يسعد صباحك وأهلا بك. تعرفين عن حضرتك بالبداية لو سمحتي؟ شيرين أبو طه من مدرسة التحدي. يسعد صباحك. يعني سيدة شيرين، يعني اليوم تفاجأتم منذ صباح هذا اليوم بهدم هذه المدرسة الأساسية التي يعني تقدم التعليم لما يقارب 60 أو ما يزيد عن 60 طالب. يعني ضعينا في الصورة الآن، وأيضا ماذا يعني لكم هذا الحدث؟ والله يعني احنا الصبح تقريبا انا اجاني تليفون على الساعه 4 بالضبط انه في هدم للمدرسه. نعم. مباشره بلغت التربيه وبلغت هيئه مقاومه الجدار. صراحه الشعور كان سيء جدا، يعني انت عارفه انهم قاعدين بيشيلوا شيء انت بتحسي انه جزء من وطنك. هاي مدرسه، المدرسه يعني هي ما هي مأثره لا عليهم، طلاب صغار بيدرسوا فيها. فشعور كان جدا سيء، ولكن ان شاء الله ان شاء الله ما بدهم ينتزعونا من ارضنا، ولكن احنا ان شاء الله ثابتين على ارضنا باقين، هذا حقنا وهي ارضنا وهي إلنا الارض. نتمنى ان شاء الله زوالهم، ان شاء الله بيزولوا. نعم. يعني سيدة شيرين، لمن لا يعرف هذه المدرسة، يعني هل لك ان تضعين في صورة حول المدرسة؟ عدد تمام. الطلاب، عدد الكادر التعليمي. تمام، عدد الطلاب تقريبا ما يقارب 60، فيها 8 من الكادر التعليمي بالإضافة إلى الآذن والسكرتير معهم، يعني عددهم 8. هي انبنت بال2017 بليلة واحدة طبعا بجهود الأهل الموجودين في منطقة الزواحف. تتعرض لاستمرار لاعتداءات المستوطنين، يعني دائما المستوطنين بيجوا عنا، ولكن إن شاء الله ما بعرف، الوضع جدا سيء ونفسيتي بصراحة تعبانة. بحكي وأنا مقهور جدا، مقهور جدا على هدم المدرسة هاي اللي مش مأثرة فعليا، مش مأثرة على اليهود نهائي. جاني طالب الصبح بحكي لي يا مس وين راح
راحت طاولتي؟ وين راحت كرسيه؟ تخيلوا شعور الطفل بيجي على مدرسه يتلقى تعليمه مش راح يلاقي لا طاوله ولا كرسي. نعم. يعني احنا هلا ان شاء الله ما بعرف راح طلبت منهم يجيبوا لنا خيم، راح نقعد بخيم وراح نستمر بعمليه التدريس. نعم يا سيد شيرين، ايضا هنا كنت اود سؤالك، يعني اليوم لا يوجد دوام مدرسي كالمعتاد لهؤلاء الطلبه 60 طالب، لكن ماذا عن يوم غد؟ ماذا ستقومون؟ ماذا ستفعلون ايضا؟ هل ستتقدمون باي مطالبات لوزاره التربيه والتعليم؟ وماذا ستفعلون؟ والله احنا حاليا بالنسبه لليوم بحكي لك طلبنا خيام وراح نضل فيهم، راح نستمر بعمليه التدريس ان شاء الله لاخر الفصل، راح نضل موجودين بالخيام وان شاء الله انه بجهود الاهل، يعني هم مصرين انهم يرجعوا يبنوا مدرسه بجانبها، فان شاء الله انه بوجود الهمه القويه للاهالي اهل المنطقه راح ترجع تنبنى المدرسه. نعم يعني سيده شيرين، كما نعلم ان هذا الهدم ليس بالهدم الاول لهذه المدرسه، صحيح؟ ايضا يعني بالايام يعني السابقه كان هناك زيارات لوفود أجنبية، كان هناك أيضا زيارات لأشخاص من المؤسسات الحقوقية، يعني أنتم كأصحاب هذه المدرسة ماذا تعني هذه الزيارات؟ وعلى الرغم من هذه الزيارات إلا أنه صباح هذا اليوم تم هدم هذه المدرسة. والله الزيارات هاي كانت لنا شيء كبير، فاحنا كنا متوقعين انه خلص طالما اجت هاي الوفود الاوروبيه ففي احتمال كبير ان هالمدرسه ما تنهدم. نعم. ولكن تفاجأنا انه اليوم بصراحه تفاجأنا انه عمليه الهدم قائمه. هم عملوا استئناف، دفعوا 30,000 شيكل لهيئه مقاومه الجدار وعملوا استئناف على اساس انه ما ينهدم، ولكن شكلهم يعني بضربوا بعرض الحائط بهذه القرار، ما بعرف في مشكله عندهم. نعم. ولكن احنا يعني رسالتك سيدة شيرين اليوم؟ رسالتي انا بصراحه ان شاء الله احنا صامدين على ارضنا، هذا الحق، هذه الارض ارضنا ولنا حق فيها ان شاء الله، وهم الاحتلال الى زوال، واحنا راح نضل مستمرين بالدوام مكان هاي المدرسه لنهايه العام الدراسي ان شاء الله. ان شاء الله، اذا نتمنى السلامه لجميع الطلبه ولكم ايضا. اذا الى هنا اود شكرك، كنت معنا عبر الخط الهاتفي السيده شيرين طه مديره مدرسه تحدي 5 الاساسيه، وايضا اود شكر السيده حسن برجيه مدير مكتب مقاومه الجدار والاستيطان في بيت لحم، شكرا لكم.